أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. موضوعنا اليوم هو حالة بيعانوا منها الكتار. هالحالة بتسبب آلام نخز وخدران باليد. موضوعنا اليوم هو متلازمة النفق الرسغي. قبل ما نفوت موضوعنا حطوا لايك وسبسكرايب ويلا خلينا نفوت بالموضوع. النفق الرسغي بتواجد بهالمنطقة براحة اليد وبتكون من الرباط الرسغي من فوق ومن تحت العظام الرسغية. وبالنفق الرسغي بمر العديد من الأوتار والعصب المتوسط، ولما يصير في ضغط على العصب المتوسط هذا الشيء اللي بيسبب الأعراض. الأعراض اللي ممكن تظهر عند المريض هي الآلام، النخز والخدران بالإبهام، السبابة الوسطى ونص البنصر. عادة الأعراض بتبدأ بساعات الليل، ممكن المريض يستيقظ من النوم بسبب الآلام والخدران باليد، وساعات كتار بيصيروا بهزوا بإيدهم عشان يحاولوا يتخلصوا من هالشعور. مع مرور الوقت دون العلاج ممكن يصير في ضعف بقبضة اليد، وحتى ممكن يصير في ضمور بعضلة قاعدة الإبهام. فمثل ما قلنا سبب متلازمة النفق الرسغي هو زيادة الضغط على العصب المتوسط اللي بيسبب هالأعراض مثل ما قلنا بالإبهام، السبابة الوسطى ونص البنصر. أما إذا المريض بيشتكي من آلام نخز أو خدران بالقنصر فهذا الشيء بدل على حالة تانية، ما بدل على متلازمة النفق الرسغي، لأنه العصب المسؤول عن الإحساس بالقنصر ما بيمر بالنفق الرسغي بل بيمر بنفق تاني مجاور. ممكن المريض مثلا يكون عنده انحباس بالعصب الزندي اللي هو العصب المسؤول عن الإحساس بالخنصر والنص الثاني تاع البنصر، وهالعصب بمر بالكوع بهالمنطقة. وأكيد أكتريتكم شي مرة ضربتوا إيدكم على طاولة أو على حفة وحسيتوا بالكهرباء بالإيد. عادة الطبيب بشخص حالة متلازمة النفق الرسغي بالأعراض اللي عنده إياها المريض، وأكيد الفحص السريري. في العديد من الفحوصات ممكن يعملها الطبيب بتساعده على تشخيص الحالة، منها مثلا تينلز تيست. بيقوم الطبيب بضرب هالمنطقة فوق الرباط الرسغي بهالشكل، وهذا الشيء بخلي عند المرضى اللي عندهم متلازمة النفق الرسغي بيصير عندهم نخز وخدران بالأصابع اللي قلناها من قبل اللي هي الإبهام، السبابة الوسطى ونص البنصر. وفي فحص تاني كمان ممكن يعمله الطبيب هو فالنس تيست أو فالنس مانوفر. بيطلب من المريض أنه يتني الرسغ بهالشكل أو اتنين مع بعض بهذا الشكل ومننتظر لستين ثانية. وإذا صار المريض عنده نخز أو خدران بالأصابع اللي ذكرناها من قبل فهذا كمان بدل على حالة متلازمة النفق الرسغي. وفي كمان الكاربل كومبريشن تيست، بيقوم الطبيب بالضغط على منطقة الرباط الرسغي بالإبهام بهذا الشكل وبنتظر لنص دقيقة. وإذا بهالوقت المريض صار عنده الأعراض اللي ذكرناها من قبل بالإبهام، السبابة الوسطى أو نص البنصر، فهذا الشيء مثل ما قلنا بدل على متلازمة النفق الرسغي. وإذا الطبيب من بعد الفحوصات منه متأكد من تشخيص الحالة ومثلا شاكك أن المريض ممكن يكون عنده مرض عصبي، ممكن نعمل فحوصات تانية منها اختبار التوصيل العصبي وتخطيط كهربية العضل. عوامل الخطر اللي ممكن تزيد من نسبة الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي هن مثلا زيادة الوزن، الحمل لأنه بصير فيه تغيرات هرمونية بتأدى إلى احتباس مي أكتر بالجسم وحتى تحت الرباط الرسغي، مرض السكر، قصور بالغدة الدرقية، العمل بأيدي متنية لأنه بصير فيه ضغط أكتر على الرباط الرسغي، وكمان العمل بآلات بتهتز بتزيد من نسبة حدوث هالحالة. أمراض الروماتيزم كمان بتزيد من نسبة الإصابة بمتلازمة النفق الرسغي لأنه ممكن يصير عندهم تورم تحت الرباط الرسغي، وأكيد كمان كسور بالرسغ ممكن تؤدي إلى تورم تحت الرباط الرسغي وبالتالي ممكن تؤدي إلى الحالة. أما بالنسبة للعلاج فمبدأ العلاج بسيط جدا، بدنا نخفف من الضغط بالنفق الرسغي، وعادة هذا الشيء بنعمل عبر استخدام الجبيرة أو الجراحة، وكتير أوقات نبدأ بالجبيرة وبعدين نرجع نلجأ للجراحة. وبحالات خاصة مثلا عند المرضى اللي عندهم روماتيزم ممكن نجرب نعطيهم أدوية بتخفف من الالتهابات أو حقن كورتيزون بتخفف من التورم حول الأوتار بالنفق الرسغي. وممكن كمان ننصح المرضى بالعلاج الفيزيائي، بس مثل ما قلنا العلاج الرئيسي هو إما بالجبيرة أو بالجراحة. الجبيرة ممكن تنعطى كجبيرة ليلية، الهدف منها هو أنه نخلي الرسغ مستقيم وما ينتنى، لأنه لما نتني الرسغ بساعات الليل مثلا ممكن يزيد الضغط على العصب المتوسط وهذا الشيء بيزيد من الأعراض. أما المرضى اللي ما بيشعروا بتحسن من بعد استخدام الجبيرة لفترة معينة أو عندهم أعراض شديدة ممكن ساعتها نتجه للعلاج بالجراحة. والجراحة هي عملية بسيطة جدا بتاخد حوالي 15 دقيقة، تنعمل بالبنج الموضعي وبتم فتح المنطقة وقطع الرباط الرسغي وبالتالي بخف الضغط جوات النفق الرسغي. فمثل ما قلنا العملية بسيطة جدا، بتم شق هالمنطقة وقطع الرباط الرسغي وبعدين أكيد نرجع منقطب الجلد من فوقها. ولفترة شهرين من بعد العملية ممنوع المريض يحمل إشياء تقيلة.
حسب عديد من الدراسات، حوالي 90% من الأشخاص اللي بيخضعوا للعملية بيشعروا بتحسن، بس أكيد مهم جدا أن يكون التشخيص صحيح، لأن الأشخاص اللي ما بيشعروا بتحسن ممكن ساعتها نفكر أنه هل فعلا كان تشخيصهم صحيح من الأساس أو كان عندهم حالة تانية. بس كل ما المريض كان عنده أعراض مزعجة أكتر لفترات طويلة، ومثلا صار عنده ضمور بعضلة قاعدة الإبهام، كل ما في خطر أنه ما يتخلص من كل الأعراض من بعد العملية. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالفيديو، لأنه فعلا في علاجات فعالة لهالحالة اللي بيعانوا منها الكتار. ما تنسوا تحطوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس، وإن شاء الله بشوفكم الأسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.